بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف. أنا نبيل مصطفى، مصري أواجه الاضطهاد في قطر وأتعرض له منذ 3 سنوات متتالية بسبب تأييدي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشكلتي معروضة على المفوضية من سنة تقريبا. أمن الدولة القطري حقق معايا في مايو 2016 بتهم التأييد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واحتجزوني. وبعد ما افرجوا عني جريدة الشرق القطرية اللي كنت بشتغل فيها مدير، انهت خدماتي في نفس يوم الافراج عني. وبنك قطر الوطني صادر كل مستحقاتي وحظر حساباتي ومنعني من السفر واستصدر حكم بحبسي سنة، وجريدة الشرق منعتني من العمل في اي مكان اخر في قطر وحكموا عليا بالسجن. وكانت الحجة المعلنة وقتها هي التعثر في سداد قرض بعد ما جردوني من كل ما أملك حتى لا أتمكن من السداد، وحتى يغلفوا قضية الرأي برداء التعثر المالي كعادتهم في ظل قوانين بتساعدهم على ذلك. أنا عندي 60 سنة ولم أرى أسرتي وأحفادي من 3 سنوات، وأصبت بجلطة في المخ في أغسطس 2018، ولما يأست من كل شيء من كل السبل معاهم حتى من منظمة قطرية لحقوق الإنسان سلمت نفسي للسجن في ديسمبر 2018. بعد ما دخلت السجن بأسبوع رجلي اتكسرت، والغريب إن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم الصادر ضدي بالحبس من غير ما أطلب الإفراج عني وأفرجت عني، لكن رجعت بعد شهر ونص أيدت نفس الحكم اللي سبق وقف التنفيذ. وعلشان كده هرجع أسلم نفسي تاني للشرطة القطرية عشان أكمل السجن. لازم تقدموا اعتراض رسمي لدولة قطر. إزاي أمن الدولة القطري يحقق مع مواطن مصري بتهم تأييده للرئيس المصري؟ مفيش قانون في الدنيا بيدي أي دولة الحق إنها تحقق مع مواطن دولة أخرى بتهم تأييده لرئيس دولته. ولازم تطالبوا بمحاسبة دولة قطر، وما تكتفوش بعبارات الشجب والإدانة. الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بيديني الحق في الحياة والمأكل والمشرب والمسكن، والحق في العمل والتنقل والاعتقاد. كل الحقوق دي اتمنعت منها في قطر. أين أنتم يا مفوضية حقوق الإنسان؟ بعض المسؤولين القطريين نشروا تغريدات ومقاطع فيديو بيطالبوا السلطات القطرية بالإنهاء الجماعي لخدمات كل المصريين اللي ظهروا داخل سفارة مصر في قطر خلال الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، لأنهم تجرأوا وأعلنوا تأييدهم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. المصريين دول هيواجهوا نفس المصير اللي أنا واجهته 3 سنين، لأن كلهم لهم معاملات بشيكات زي أي حد بيعيش في قطر. وطبعا بعد إنهاء خدماتهم هيتم رفض الشيكات دي بعد مصادرة مستحقاتهم ومنعهم من السفر ومنعهم من العمل والحكم عليهم بالسجن. وهتكون التهم المعلنة ساعتها من قبل السلطات القطرية أمام الرأي العام هي التعثر في سداد شيكات. لكن الحقيقة اللي ما يدروش هذه المرة إخفائها هي اضطهاد المصريين بسبب تأييدهم للرئيس المصري. لقد أجرى الله عز وجل تلك الحقيقة على ألسنتهم بعدما كانوا يحرصون على إخفائها. ها هم الآن لا يخجلون أن يعلنوا عن وجههم الحقيقي أمام العالم، وأنهم يريدون معاقبة جماعية لكل من يؤيدون السيسي من المصريين الموجودين على أرض قطر. هذه هي قطر يا سادة، هذه هي قطر يا سادة، وهذه هي أساليبهم للانتقام من الذين يختلفون معهم في الرأي. أتمنى أن تستطيعوا هذه المرة أن تفعلوا شيئا من أجلي ومن أجل آلاف المصريين المهددين بالانتقام الجماعي في قطر بسبب تأييدهم للرئيس المصري، بسبب الآراء، بسبب الرأي، بسبب حقوق الإنسان، دون أي جرم ارتكبوه. والله المستعان على ما يصفون. نبيل مصطفى.